مساء الخير، انا محمد مارديني وعندي لحضراتكم سؤال. ينفع اول دوله تخترع النور اليدوي وتنسب قماش في العالم ما يكونش عندها براند قماش بينافس باسم مصر على المستوى العالمي؟ انا مؤسس ومدير شركه نسيج باي مارديني. احنا متخصصين في تصميم وتوصيف وتوزيع الهوم تكستايلز، وده بيشمل قماش البيوت والاوتيلات والمطاعم. جاي النهاردة بقدم لحضراتكم فرصة استثمار معانا ب 18 مليون جنيه مقابل 15% من الشركة. أنا من عيلة مارديني، إحنا من أقدم مصنعين المنسوجات في مصر. جد والدي أسس أول مصنع للعيلة في الأربعينات. الشغل كبر وقرر كل واحد من أولاده الأربعة إن هو يتفرع ويفتح شركته الخاصة بيه. أنا وأختي رنا الجيل الرابع لفرع من فروع العيلة. رنا دارسة إيكونومكس وأنا دارس تكستايل تكنولوجي. من 10 سنين تقريبا لقينا الطلب قل بنسبه ملحوظه على المنسوجات المصريه، والسبب كان واضح. بدا يدخل مصر قماش صيني بكميات كبيره بينافس القماش المصري على السعر، ولكن جودته مش دايما بتكون افضل حاجه. وفي نفس الوقت زاد الطلب على القماش التركي والاوروبي، وده لان بيكون في ابتكار في التصميم وبيكون مواكب للموضه. اني اقول ان الموضوع ده استفزنا، بس انا مش مديله حقه. مصر معروفة لحد النهاردة إنها من أفضل الدول اللي بتنسج في العالم. هادي لحضراتكم مثال ممكن تكونوا عارفينه. إحنا كنا بنصنع وبنبعت كسوة الكعبة للحرم لأكتر من 1000 سنة، وده لأن مصر دايماً كانت معروفة إنها عندها أحسن نساجين مصممين وحرفيين في العالم. ففكرت أنا ورانا وقلنا ليه ما نأسسش شركة تكون متخصصة في تصميم وتوصيف وتوزيع القماش، ومنها تكون بداية براند نقدر من خلاله ننافس البراندز الأوروبي هنا في مصر. ومن هنا اتولدت فكرة نسيج. فتحنا أول فرع لنسيج في نوفمبر 2016، والحمد لله قدرنا نفتح فرعين في ال4 سنين اللي بعدهم. ردة فعل الناس كانت إيجابية من أول ما فتحنا الحمد لله، وأكدوا لنا إن مفيش فرق ما بين القماش بتاعنا لا في الجودة ولا في الديزاين ما بينه وما بين القماش الأوروبي. والحمد لله أرقامنا بتأكد الكلام ده. إحنا قدرنا ندبل مبيعاتنا كل سنتين من أول ما فتحنا لحد النهاردة، وحققنا إجمالي مبيعات تعدى 50 مليون جنيه، 40% منهم بس سنة 23. إحنا من يوم ما فتحنا لحد النهاردة كنا مستهدفين السوق المحلي، سوق المحلي كبير، وقدرنا من خلاله إن إحنا نطور المنتج بتاعنا، نزود البرودكت رينج، ونظبط الأوبريشنز الداخلية اللي عندنا في الشركة عشان تستحمل وتقدر تشيل الجروث بلان اللي إحنا حاطينه. لان احنا حلمنا كبر، قلنا لو احنا عارفين ننافس البراندز الاوروبي هنا في مصر ليه ما نطلعش ننافسهم بره. احنا الحمد لله من غير ما نسعى جات لنا فرص قدرنا من خلالها نصدر اوردرز بسيطه لدول زي السعوديه، كرواتيا، كندا، امريكا وعمان. حابب الفت انتباه حضراتكم لحجم سوق المنسوجات العالميه. حجم السوق تعدى 120 مليار دولار سنه 22، وبيكبر بمعدل 5% كل سنه، وده لان القماش منتج اساسي ما نقدرش نستغنى عنه في حياتنا اليوميه. حجم السوق اللي احنا بنستهدفه محليا تعدى 5 مليار جنيه سنه 23. انا جاي لحضراتكم النهارده بقدم لكم فرصه الاستثمار معانا عشان مع بعض نقدر نحقق حلمنا. حلمنا ان نسيج يكون اول براند منسوجات مصري بينافس اقوى براندز في العالم على الابتكار في التصميم، الجوده، التكنولوجي، واهم حاجه باسم مصر. شكرا. شكرا جدا يا محمد. محمد، الارباح بتاعتك 21%. 21% ده الارباح الصافيه. يس. والفلوس عايزها في ايه بعد اذنك؟ محتاجين الفلوس ثلاث حاجات. اول حاجه ريسيرش اند ديفلوبمنت. قليل الناس اللي عارفه ان القماشه دي زي المبنى، ليها اكستيرير ديزاين وليها ديزاين داخلي بيقول لك العماره دي عشان تشيل نفسها محتاجه كام عمود، الخامات اللي فيها ايه. فانا محتاج اصرف ريسيرش اند ديفلوبمنت. ريسيرش اند ديفلوبمنت ليه علاقه بالغزول، مكن تيستنج، مكن بعمل بيه اضافات على بعض الغزول عشان تبقى ديفرنشيتد عن القماش التاني. دي كده اول حاجه. تاني حاجه برودكت ديفلوبمنت. احنا محتاجين ننزل او نعمل عدد من البرودكت فرايتيز اللي احنا عارفين الماركت محتاجها، حاجات منها تكنيكال تكستايلز وحاجات ديكوريتيف تكستايلز عاديه. والحاجه الاخيره ماركتنج. انا محتاج أصرف في ماركتنج، محتاج ان انا اريلوكيت وان اوف اور برانشز لحته فيها فوتفول اعلى هنا في مصر عشان نقدر نزود الريفينيو من الريتيل برانشز بتاعتنا،
واخر حاجه ان احنا عايزين انفست في الاي كوميرس بلاتفورم بتاعنا بدل ما يكون لوكال بس يكون انترناشونال. انتوا كام واحد شغالين في الشركه حاليا؟ 30 واحد بما فيهم انا واختي مانجنج بارتنرز. طب وتكلفه العماله كام؟ البيرول عندنا بزيادات تقريبا داخل في 170 في الشهر. انا برضك يعني فور ديسكلوجر انا بشتغل مع نسيج وهم شركه محترمه والكواليتي بتاعتهم كويسه، بس كنت فاهم انكم بتستوردوا حاجات يعني لا تتعدى 5% من التشكيل بتاعنا. هايل. احنا 95% من منتجاتنا بتتصنع هنا في مصر. اوكي هايل. حاليا عندكم مصنع؟ لا احنا ما عندناش مصنع، احنا اسسنا نسيج ان هي تكون شركه منفصله عن المصنع، لان الهدف ان احنا كنا عايزين نركز في البراندنج والديزاين وحاجه اسمها توصيف. ان انا ممكن حضرتك تكون عارف ان انا اصنع قماشه لابلكيشن معين، فدي محتاجه تكنيكال تيم ومحتاجه هم بيشتغلوا مينلي مع الاستشاريين، بيروحوا يوصفوا الحاجه. عندهم شوروم؟ مش انتوا اللي عندكم شوروم في الزمالك؟ في مهندسين، شيخ زايد والتجمع. قول لي كشركه الايكويتي قد ايه؟ او يعني الشركه راس مالها قد ايه؟ او الـ الشركه راس مالها الاساس فيها قد ايه؟ الاسيت فيها تقريبا 10 مليون. طيب بس ممكن اقول لحضرتك حاجه، ده الاسيتس اون بيبر. كم حلات عاملين فيها توضيبات، كم مكان جايبينه في المخزن عندنا بنعمل عليه كواليتي كنترول، انما احنا عندنا ديزاين بورتفوليو ده من اكبر الاسيتس اللي عندنا في الشركه. قيمته تتعدى 500,000 يورو. وانا ليه بحط الرقم ده؟ لان عشان اي شركه تعمل ديزاين بيبقى قدامها حلين، يا تجيب ديزاينر بيديزاين زي مثلا الورق الشجر اللي احنا شايفينه ده، وبعدين يبقى عندها تكنيكال ديزاينر يحط التراكيب اللي فيه، وبعدين يبقى عندها ديزاينر تاني واقف على المكنه تحت يحط الغزول اللي فيه، وده الموديل اللي احنا ماشيين عليه، يا بيروح لمكاتب ديزاين معروفه في اوروبا بيشتري منها الديزاين ده جاهز. اقل ديزاين بالمواصفه بتاعته بنتكلم ما بين 1,000 لـ 1,500 يورو. احنا النهارده عندنا فوق ال 500 ديزاين، وعندنا التيم اللي نقدر من خلاله ان احنا نضاعف الرقم ده كل سنتين. انت حاليا طالب 18 مليون جنيه، كام في كام في 100؟ 15%. 15% يعني اولموست. تقييم الشركه كده كام على كده؟ 120 بالظبط. 120 مليون. مظبوط. 120 مليون. وانت بايع ب 20 مليون السنه دي. مظبوط. لا بري ماني مش 120، هي مش 120، هي بري ماني 18 مليون. يعني 18 مليون 15%، يعني البري ماني اقل من 100 مليون بشويه. انت طالب بايع 20 مليون؟ لا يعني عامل لها كانه على بي اي مثلا 50 حاجه كده يعني. بي اي 50 بالظبط. بي اي هي حوالي 50 يعني. بي اي رقم 23 بالظبط. تقييم عالي جدا. انا مع حضرتك جداً. انا ليه حاطط الفالويشن ده؟ لكذا سبب. احنا بنضبل في مبيعاتنا كل سنتين، فاحنا ان شاء الله على سنه 28 عايزين نعمل 240 مليون جنيه مبيعات. ده معناها ان الار او اي على الانفستمنت اللي احنا حاطينها لحضراتكم في خلال 4 سنين. دي كده اول حاجه. واحنا في اول كام سنه ليه ما كناش بنبيع بكميات كبيره؟ لان انا باسس حاجه اسمها ديزاين بورتفوليو. زي بقول لحضرتك ده رقم، يعني انا باخد انفستمنت كبيره وبطلع اشتري الديزاينز دي من بره، يبقى انا بجيب بقى تيم عندي وبنقعد نشتغل ونعمل ترايل اند ايرور. انا اسف مش عايز اقطعك، بس عشان. هو واحنا عندنا 3 طرق للفالويشن، مفيش غيرهم، هم الثلاثه. يا اما تعمل الاسيتس اللي عندك، انت بتقول نص مليون يورو، يعني هنضربهم ما اعرفش في كام. والاسيتس بس هي الاسيتس اللي عنده دي مش تانجبل. حتى لو مش تانجبل هنفترضها، يبقى هو ده الفالويشن. والحاجه الثانيه ان انت تعمل البي ريشيو او ابيدا مالتيبلاير. اوكي. والحاجه الثالثه ان انت عامل ديسكاونت كاش فلو، اللي هي الناس بطلتها كلها في العالم. بس حتى لو مشينا معاك وهنعمل ديسكاونت كاش فلو، الديسكاونت كاش فلو بتاعك على 42 مليون. 240 مليون. 200. 240 مليون. سنه 28. 240 مليون. اوكي. بس المشكله هيوريك ازاي 240 مليون 28. هو ديسكاونت كاش فلو. بس انا عايز اقول لك على حاجه انت اكيد عارفها اكتر مني، انه ما فيش حد النهارده بيعمل ايفالويشن على الديسكاونت كاش فلو، وخصوصا انت مش ستارت اب، انت بادئ بقالك 7 سنين. وبعدين عشان يعمل ديسكاونت كاش فلو لازم يوريني ازاي هيوصل ل 240 وهو النهارده بايع ب 20. يعني قصدي عشان كده هو احمد بيقول ان ديسكاونت كاش فلو ما بقاش حد يصدق فيها قوي، عشان انت لازم تديني اماره ان انا النهارده بتباع لي 5 سنين جايين. فهم النهارده استقروا على حاجتين، يا حضرتك زي ما استاذ احمد بيقول كده، ان انت تقول انا عندي نص مليون دولار ديزاين ولا نص مليون يورو، زائد عندي جودويل اسيتس ثانيه كده، او تيجي تقول حضرتك ان انا مثلا
أرقامي السنة اللي جاية هتبقى بدل 20 مليون هتبقى 30 مليون أوكي. 30 مليون هتعمل 20% يعني هتعمل 6 مليون جنيه أوكي. 6 مليون جنيه تضربهم في 4 أو في 5 يعني حوالي 24 مليون جنيه. هقول لحضرتك أنا بس عايز أقول لك حاجة معلش عشان لما أيمن بيقول لك على حاجة مهمة قوي ما عرفش خدت بالك منها ولا بعد إذنك. دايما الواحد لو عايز يبوظ حاجة عايز يبوظ بيزنس خلاص لو أنا عايز أبوظ لك حاجة بديك فالويشن عالي قوي 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 وما اخشش معاك تمام. ليه؟ لان بخليك دايما تدريم ان هو ده الفاليو بتاعتك تمام. في الاخر دي اكتر حاجه بتضرك اوكي. بينج رياليستيك هو اكتر حاجه بتفيدك اكيد. ولا اندر فاليد ولا ان رياليستيك. الان رياليستيك بتضرك اكتر من اندر فاليو. طب على الجود ويل انا عايز اقول لحضرتك حاجه. ايوه انت حاطط جود ويل انت بتتكلم على حاجه ب 90 مليون فالويشن بريما يعني بري ماني حاجه و90 مليون حاطط جود ويل كبير لان احنا في المجال ده بقى لنا داخلين على 90 سنه في تكنيكال. ايوه بقى دي السؤال بقى اللي كنت هساله لك. ايوه انت بتكمبيت مع عيلتك كمان الماركت كبير مش حكيت بكمبيت مع يبقى ما تحطش انكر بقى ان عيلتك ان انت بقى لك 90 سنه لان دول كمان بيكمبيتوا معاك اكيد تكنيكال نوع هاو متوارثه المجال بتاعنا في باريش. انا مش فاهم برضو انت بتصنع فين؟ بتصنع عند مصنعين اخرين؟ طيب انا هقول لحضرتك القماش بيتصنع يعني على يعني ثلاث مواقع. يعني النهارده انا فاهم كده ان الهند هي طبعا للاسف احنا نعرف ان احنا تاريخنا وعندنا الصناعه دي من زمان ولكن الهند دلوقتي ما فيش حد بيعرف يتنافس معاها في انتاج القماش. يعني حضرتك بيبقى عندك الديزاين بتروح تديله لحد في الهند وهو بيصنعه متهيألي الأسعار أحسن من الأسعار اللوكل. معرفش هل ده عشان طبعا هم عندهم صناعة دي كبيرة جدا هناك فهل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ طبعا الهند وحش في صناعة القماش بس مش معناها ان احنا ما نقدرش ننافس الهند. يعني حضرتك بتقدر تنافس بالأسعار ولا بالديزاين؟ احنا بننافس بالديزاين. احنا وي ار هاي اند براند اوكي. يعني بننافس اليوروبيين براندز اللي موجودين هنا في مصر ولما الحمد لله لقينا ان احنا عارفين ننافس البراندز هنا قلنا احنا ممكن نطلع ننافس البراندز دي بره. يعني حضرتك معلش لو حضرتك صنعت في الهند وصنعت في مصر فرق قد ايه تقريبا؟ انا ما درستش الدراسه دي لان انا الهند ده تلت سعر نص سعر. هي دي المشكله. الهند ليها مميزات وليها عيوب. الهند ممكن تكون ارخص. هبعت الديزاين بتاعي هناك هيبقى في كل حته مفيش اكسكلوسيفيتي. لا يعني اصل في الحاجات دي باي بروجكت. يعني زي ما انت بتقول لو بتكلم على هاي اند لو بتكلم على فندق طالب تمام. حاجه معينه مفيش مصنع في الهند صار هيعمل لي 1000 متر من ديزاين واحد هيبقى سعره عالي جدا. ماشي يعني بس يعني بس بدل ما تجيبه من اوروبا ب 50 يورو هتجيبه من الهند ب 100. احنا عايزين ننقص الصناعه هنا في مصر. في الفتره اللي فاتت دي كان بيحاول يدخل طبعا عشان مشاكل الدولار والكلام من ده مشى كتير. فقلت له بص في السوق المحلي قال لي جربت كذا تجربه واسعار غاليه وما عنديش مشكله اقبل اسعار غاليه بس الكونسيستنسي بتاع الماتيريال مش عشان انا ببيع مواصفه وببيع ديزاين وببيع نفس اللون وحاجات زي كده. فما اعرفش ايه اللي حضرتك هتقدر تعمله مختلف عشان الاكسبيرينس دي تبقى اوكي. احنا بنتكلم هاي اند تكستايل. ايوه معناها المواصفه بالنسبه لي زي ده بالظبط طيب. اللي هو بيتباع في الفرنشر اكيد. المواصفه بالنسبه لي شيء اساسي. يعني ان انا كهاي اند مواصفه بالنسبه لي شيء اساسي ان ما في حاجه مقبوله في فرق درجه اللون. يعني الفكره ان القماش عامه بيعاد اتسال ليبر انتنسيف اندستري. يعني انا الصبغه دي اللي بيعملها لا انا عامل انا انا فاهم حضرتك بس هو بس اللي هو اللي انا عايز اقوله لحضرتك اللي انا فهمته منه ان هو عمره ما بيحصل له المشاكل دي هناك. المشاكل دي بتحصل هنا. هو كان نفسه فعلا يشغل مصانع كتير هنا. هي احنا كمان كان عندنا مشكله في مصر في موضوع ان احنا موضوع الصبغه بتاعه الفابريك تمام. ان احنا ما بنقدرش نظبط الصبغه كل مره وان احنا نقدر نظبط اللون الاحمر ده كل مره يجي لي اكزاكتلي نفس الدرجه. كنت متاكد ان حضرتك هتسال السؤال ده ان اتكلمت فيه في كذا حلقه قبل كده. ايوه في نوعين من براندز القماش. مصنع او شركه بتكون متخصصه في عدد اصناف قليله ودي بتمشي زي موديل الفاست فود تشينز بيبقى عنده فرايتي قليل فبيقدر من خلاله ان هو انتسيبيت ديماند ويجي يقول انا الصنف ده هيكسباير عندي بعد مليون متر
فبيجيب الصبغه بتاعته كلها من سبلاير واحد، بيبقى عارف الصبغه دي هتعمل له كام متر، وونس الصبغه دي خلصت خلاص هي ديسكونتينيوز البرودكت ده. وده بيبقى عنده شانلز توزيع كبيره جدا بيوزع للعالم كله. احنا البودل بتاعنا مور هاي اند، انا عايز يبقى عندي برودكت فرايتي، فلما بيكون عندي برودكت فرايتي الكنترول في الالوان ما بيكونش بنسبه 100%، انما احنا بنحاول نوصله لنسبه 95%، وده الموديل اللي معظم البراندز الاوروبيه اللي احنا بننافسها بتبقى شغاله عليه. لو حضرتك جيت بصيت على ظهر كتالوج اي براند ايطاليان بيكون مكتوب عليه يا نسبه اللون هتطلع مطابقه بنسبه 90 او 95%، لان اتس مور اوف ان ارتستيك تكستايل، مش حاجه ماس برودكشن. بس انا في موضوع الهند ده عايز بس ما اشاور على الهند حاجة. تركيا يا عم مش عايزين نروح للهند، احنا كل الناس بيجيب من تركيا علشان يعني بتيجي الحاجه في خلال اسبوع و10 ايام. سعرها كام حضرتك؟ سعرها رخيص، يعني كام دولار المتر من تركيا؟ لا دلوقتي انا مش عايزين نخش في التفاصيل طبعا. لكن انا بتكلم دلوقتي احنا كانفستمنت ايه احنا طبعا يهمنا انها تبقى شركه مصري يا رب. يعني بتصنع وبتعمل ديزاين مختلف، وانتوا فعلا زي ما انا قلت الاول انتوا الكواليتي بتاعتكم كويسه والدليفري بتاعكم محترم واللي بتتفقوا عليه بتنفذوه، لكن احنا بنتكلم على الفالويشن عاليه على ال 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 ان انا بشتري ديزاين هاوس. اوكي، الفتره الجايه دي فتره مهمه جدا، والصناعه في مصر هي الاساس 100%، واحنا دورنا ننمي الصناعه المحليه. يعني وانا مش هقارن بين الهند ولا قارن بتركيا، عشان انت بتتكلم على انت اوفرنج ديفرنت سيرفيس، او اللي انت بتتكلم عليه او عملائك مختلفين عظيم، بس طبعا التقييم في شك ان هو عالي شويه. انا في نقطه بس عايز اقولها، اتفضل حاجه. احنا طول ما احنا بننافس في مصر الفالويشن ممكن يكون عالي، انا عايز انافس البراندز الاوروبيه بره مصر. الريتيل برايس لبراند مش هقول هاي اند اوروبي من اللي بيصنعه في الهند بنتكلم من 80 ل 120 يورو. طبعا بس هتطلع الكواليتي بتاع الدار ازاي؟ يعني انت بتقول لي 80 ل 120 يورو هوصل. ده اغلى براند في العالم اللي بيصنع لهيرمس، فيعني يعني انت انا هكون بقى بيع ب 15 يورو حاجه هاي اند مصر، يبقى قارن ب 15 يورو ماشي يعني اوكي ماشي هاي اند مصري. بس سوري معلش، انت هتنافس جبابرة على مستوى العالم، قبل ما تصدر الاول ركز في السوق المحلي، خد جود ماركت شير. صح، انت مبيعاتك السنه دي حوالي 250,000 دولار. كلام مبيعاتك قليل قوي، حوالي 250,000 دولار او 300,000 دولار. رقم قليل قوي، فانت تقول مصنع بيبيع كل مبيعاته ب 300,000 دولار ما يعرفش ينافس عالميا. الاول تاخد جود ماركت شير محليا، واحنا وعند ربنا وفقك، والسوق المحلي سوق جبار وسوق ممتاز. اكيد انا حد يوفر على مالتي بلاير، بصراحه انا شايف المالتي البي ريشيو يعني حاجه ما أوكي. انت حاططها 4 أضعاف المفروض تحط بيه، يعني معلي 300%، ف 18 دي تطلع لي على حسبتي تطلع لي حاجه و60%. اوكي يعني لو احنا بنتكلم على 18 حاجه و60%، فما تقريش ان ده هيبقى حاجه مناسبه ليك خالص. طبعا قصاد كده طبعا هنديك اماكن هديك بتاع، بس مهما كان انا بتكلم على لو احنا فرضنا ان هي 4 مليون السنه اللي فاتت ارباح بمالتي بلاير 7 وده عالي جدا اوريدي، انت هات 25 مالتي بلاير بتاع 25 البي اي ريشيو، سوري مش مالتي بلاير، فده رفلي البتاع الاوفر بتاعي. هنديك اكسس على بلدين مثلا السعوديه والامارات، هنديك اكسس على اماكن زياده عندك، تبقى مكان اكبر عندك بريفينيو شير بسيط، بس الفالويشن بعيده جدا جدا جدا. اوكي محمد، انا في حاجه برضو عندي ما تطرقتش ليها. انا ديزاين هاوس، وكديزاين هاوس انا ما عنديش مصنع تابع للنسيج، انما انا عندي مصنع تابع لوالدي بصنع فيه، ده بيديني ادج. انا بصنع ارخص من الهند. تمام. اوكي انا عاجبني قوي اللي انت بتعمله كنيه وده حاجه قوميه جميله جدا واحنا نفسنا نساعدها، بس انا للاسف مش هعرف اديك اوفر يعني، ودي دي عيب زي ما احمد بيقولك انت جاي عالي قوي، ف
انا النهارده هو كويس ان هو اداك اوفر بس ازاي مش هينفع نتقابل في حد. فربنا يوفقك وبعتذر يعني ان انا مش بس حاجه كويسه. انا كان معجب بالفكره بتاعتك وأنا بليف 100% في التصميم المحلي والمستقبل، والجروينج بتاعك المره الجايه هيبقى اكتر بكتير. يعني انت السنه متوقع ممكن تعمل 60 مليون مش 40 مليون ان شاء الله. بس انا التارجت بتاعك 2028 تو 40 مليون انا شايفه تارجت ضعيف جدا. فوت عندك احلامك اكبر من كده. انا مع حضرتك بس احنا عايزين نمينتين كواليتي. يعني انا ام اوريدي على فكره يو كان مينتين كواليتي وذ ماس برودكشن. انا كان اوفر 18 مليون فور 40%. اوكي شكرا. اي ويل اوفر المبلغ اللي انت طالبه مقابل 51% ده عشان خاطرك انت بس. في المقابل ان احنا هنشتغل مع بعض، ان احنا هنعمل لاين هوم ولاين او دور، وهنخش في الهدوم والكلام دوت، وهننفست في الديزاين بجد، وهنصنع عند والدك وعند الغير، بحيث ان احنا يعني انا عندي افكار كتير جدا في موضوع القماش ده، ونفسي مع حد شاب زيك كده ان احنا نكمل. لكن انا مش داخل على فاليويشن ولا داخل على ارقام، يعني انا هديك ال 18 مليون دولار يعني وربنا معانا. انا مش هقدر يعني تو بيت الاوفرز دي. اوكي انا اي بليف يعني يو هاف 3 اوفرز كلهم يحترموا جدا، كلهم عندهم كل واحد الميزه بتاعته، او كلهم يعني عندهم ميزات جامده جدا. فممكن بقى تفكر. اقول لحضرتك تاني استاذ احمد 40%، استاذ محمد فاروق 51%، والاستاذ احمد 65%. طيب ممكن اطلع اعمل تليفون؟ طبعا اتفضل. طبعا طبعا انا جاي اي حد في حضراتكم يبقى اضافه ليا، يعني كلا تصدير، فرص تصدير، كصناعه، كماركتنج، كل واحد في حضراتكم اذا اسد. انما احنا وي ورك ان سيميلر اندستري يعني طبعا. فهل الاوفر بتاع حضرتك النيجوشيبل؟ لانه البوتنشال اولا احنا فاميلي بزنس، يعني انا واختي بارتنرز. هل الاوفر نيجوشيبل؟ لانه انا هكون ديزاين هاوس لموبيكا طبعا، يعني اللي حضرتك بتحلم بيه انا والتيم عندنا ممكن ننفذه. مبيعاتنا اللي احنا حاطينها دي زي باشمهندس احمد بيقول يعني هتتضرب في اضعاف. حضرتك بتصدر يعني ما شاء الله موبيكا، يعني مش محتاج اتكلم عنها طبعا. فهل ممكن ننيجوشييت البرسنتج؟ ممكن يعني ممكن تنيجوشييت البرسنتج، والنيجوشييت ان يبقى ليك برسنتج من الارباح بره البرسنتج بتاعت المانجمنت فيز. يعني مانجمنت فيز يعني نقدر نقول ان احنا نعمل لكم 10% مانجمنت فيز. انا مش عايز البرسنتج دي علشان البرسنتج، انا عايزها عشان ابقى هاند ان هاند بكل المصاريف اللي هعملها، انه ابقى معاك 50-50 يعني يبقى مكملين مع بعض. بس انا عايزك انت اللي تدير، انا مش عايز انا اللي ادير يعني 100% مش عايز ادير انا. وانا شايف انك بما انك جايب لنا احمر فانت ايه مخصوص اغرتني يعني. ف انا بتاعتي بيضة في احمر اهي. اشمعنى احنا ابيض في احمر؟ لا ما انا قلت بقى بحر وازرق وبعدين في كوره. ف هي الكوره دي ايه بس انا عايز اعرف؟ دي اتس ترندي ايتم، هي موضه ان الكوشنز طول عمرها مربعه وطويله. بس هي الكرة يعني الشيب بتاعها مش عارف غير يعني عشان وانت قاعد تسند كتفك عليها. اوكي ما انا فاهم، بس هي المفروض الشيب بتاعها يبقى كده ولا ان هي في الاخر سفنج جوه؟ يعني لو بقت بيرفكت تبقى ناشفه قوي.
خدها تاني. ديكورتك لونها ايه؟ هل النسبة ممكن تنزل؟ يعني انا قصدي نتفق على مايلستون، يعني انا مبدئيا هنعمل لك 10% يعني مانجمنت فيه و من البروفيت مارج. ايه؟ من البروفيت مارج. من البروفيت مارج. اوكي. ممكن اخر دقيقه بس كده. اوكي اتفضل. بس محمد انا عندي كاونتر اوفر، قول المبلغ اللي احنا طالبينه على 30%، انما هدي لحضرتك رويالتي على كل متر بنبيعه، بنتكلم في رقم ما بين 10 ل 15 جنيه لحد ما حضرتك تسترد تلت المبلغ اللي حطيته معانا، يعني ده هيرجع في خلال سنتين. واوعدك اصل حضرتك بتبقى عايز 51% عشان تبقى ضامن ان انا هعرف اسوق الشركه في مسارها المظبوط. احنا الحمد لله بقالنا 8 سنين. هو اللي محمد بيقول لك لو سقت في المكان مظبوط ممكن يفكر ينزل لك قدام. بس انت فاملي بزنس وانا معايا اختي وانا بتنفس وبعيش الشركه دي، يعني انا في المصنع مع والدي من عندي 5 سنين، فانا باني نسيج انا واختي لوحدنا. انت بتقول هتديني رويالتي كام؟ 15 جنيه على كل متر لمده لغايه ما حضرتك تستلم. انت بتبيع كام؟ لا ما اقول 15 جنيه على كل متر. تمام. دي ما بتشتغلش معايا. طب تمام. انا بتشتغل معايا بيرسنتج. اوكي. بيرسنتج من سعر البيع. تمام. فانا هتفق معاك اتفاق تاني. حلو. هتفق معاك ان انا هاخد 2% على التوب لاين. تمام. وهاخد 45% من الشركه. تمام. تنزل ل 40% على مايلستونز معينه، وال 18 مليون تاخدهم على سنتين. الرقم ما ينفعش ينزل ل 30%. ما ينزلش دلوقتي ل 30%. احنا هنشتغل على حاجات كتير جدا هتحتاج مننا استثمارات وفلوس كتير جدا في الفتره الجايه. يعني انا بقول لك عايز اشتغل على اوتدور لاين، عايز الحقه قبل الصيف. عايزين نشتغل على لاين بتاع هدوم برضك، عايزين نلحقه. ففي حاجات كتير قوي عايزين نشتغل فيها. فانا بالنسبه لي اقل من البرسنتج دي انا مش هبقى وبعدين انا هتدخل انترست جروب ثانيه معايا، فانا مش هقدر انزل على الرقم ده. طيب هنصدر مع موبيكا؟ طبعا. طبعا انا لسه واخد فندق مرسى العرب. بس هطلع كده بصدر، مش ان انا بدي قماش خام. طبعا طبعا. انا لسه يعني ان شاء الله ممكن نعمل ريفامب لكل اللاين بتاع موبيكا ونعمل له ابجريد ونعمل له حاجات احسن. يا طبعا يا ريت. احنا موبيكا وكل الكومبيتيتورز بتوع موبيكا اصدقائي، فطبعا هيحبوا ان هم يشتغلوا بحاجات مصري. يعني حلو. انتاج من السوق المحلي احسن من ما يستوردوا اي حد فيهم من بره. وهننزل ل 30% امتى؟ لا مش هننزل ل 30، هننزل ل 40. هننزل لما في ما ينفعش ننزل ل 30. لا مش هننزل، يعني ننزل ل 30 دي ممكن نقعد ونتفق عليها. بس يعني بس ما اقدرش اوعدك بيها دلوقتي. اوكي، يعني هنقعد نتفق عليها بعدين. يعني في الديو ديليجنس. لو يعني لو في حاجه حصلت مختلفه. لو لو ال 240 مليون مثلا بقوا مليار ممكن نتكلم يعني. اوكي. وي اكسبت ذا ديل. مبروك. مبروك. والله برافو عليك. مبروك. ان شاء الله نعمل حاجه. انا فخور بيك فعلا. يعني انا انت من الشركات اللي انا دايما بقول هو مين نسيج مبسوط عليه، امال ليه بيتحركوا بسرعه كده؟ فيعني ان شاء الله نعمل حاجه. نتحرك اسرع مع بعض. طب قلت الكلمتين دول الاول بعد ما خدت دي. لا اخد دي الاول بعدين اقول لهم. متصرفين ان شاء الله. جدا. على ايه؟ على ايه؟ الف مبروك. ان شاء الله بست اوف لك. ان شاء الله. شكرا.